ألواح الجدران بتقنية ثلاثية الأبعاد منتوج جديد أطلقته مؤسسة قرطبة هوم بالسوق الجزائرية. هذا النوع الجديد من الألواح يضفي لمسات فخمة على الديكور الداخلي للمنزل ويعطي صورة تتسم بالبساطة والجمال في آن واحد. هذا المنتوج منتوج هولندي، يعني ماركة هولندية وول آرت، يعني فن الجدران. ألواح الجدران ثلاثية الأبعاد، يعني جايين خارجين اون ريليف، وهذا المنتوج 100% طبيعي، يعني مخدوم بالالياف قصب السكري. هذا يصلح للديكور، ديكور داخلي، يعني المنازل، يعني لي زوتيل، يجي ثاني كيما نقولوا احنا في لي كولوار، كويزين، لي شومبرا كوشي، لي صالون، اكزيستي فيه 23 موتيف. هذا النوع الجديد من الالواح لا يتوقف عند الجاذبيه فقط، بل يتجاوزها الى العديد من المزايا، ناهيك عن المواد الطبيعية التي صنع منها والتي تساعد على تجاوز العديد من المشاكل التي قد تنجر عن ديكورات مصنعة بمواد كيماوية. السعر تاع المنتوج هذا سعر معقول، يعني نقدروا نقولوا على بورتي دو تول مون. تركيب عنده غير باللصقة برك افيك دو ماستيكول، يكوليه ديريكتومون سور لو مور ويقدر يصبغو باي صبيغه، يوقف الصون، ستادير سي ان ايزولاتور فوينيك تقريبا 60%، يتحمل الحراره ولا البرد، وعندك ثاني لوميديتي الرطوبه، ماهوش اونتي هوميديتي بصح يتحمل الرطوبه. عليه طبيعي لانه راهو صديق البيئه، سي ان برودوي بيو كما يقولوا. دوزيامون ما كاش حتى ريسك مثلا لي زونفون اللي عندهم بروبليم تاع لازم ولا لي زاليرجي. تقنيه الابعاد الثلاثه اقتحمت عالم الديكور من بابه الواسع نظرا للجاذبيه التي يتمتع بها، واستطاعت وضع لمسه فنيه لا مثيل لها. فهل لهذه التقنيه عمر طويل ام ستجد بديلا لها خلال السنوات القادمه؟